السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم ريم. جينا لكم من جديد بمش تحدي بس تجربة اجتماعية. اليوم راح أسوي إيش؟ رايحة طبعاً. إحنا إيش نسوي؟ نتغدى، نحلي، بعدين نشرب كافي، صح؟ فحروح ثلاثة أماكن مختلفة، زي مثلاً ماكدونالدز، حروح تيم هورتنز، المحل الثالث نقول ستاربكس. هذه الثلاثة الأماكن راح أروحها، ولكن مختلف الموضوع إني إيش راح أطلب باللغة العربية، فعندي فضول أعرف إيش ردة فعلهم أو إيش راح يسووا. هذه هي تجربتنا لليوم، سو يلا معانا نروح، مرة جيعانين. يلا معايا. طيب الحين حنطلب، بسم الله. ممكن وجبة سمك لو سمحت، ووجبتين أطفال، تشيز برجر. خلينا نشوف ايش يقول. ممكن وجبة سمك مقاس وسط ووجبتين أطفال، تشيز برجر. Said you wanted a Big Mac sandwich? لا، وجبة أطفال صغير. شكله محتار. Hi, may I take your order, please? ايوه لو سمحت، ممكن وجبة سمك وسط. Do me a favor, please. Pull around the first window and place your order, okay? طيب. Thank you so much. I appreciate it. شكله المانجر حقهم. I'm sorry, what did you want? عربي، عندكم أحد يتكلم عربي؟ I'm sorry, what? عربي. Speak Arabic? No, I do not. No? No, ما في translation؟ ما في أحد يترجم؟ راح نشوف لي أحد يتكلم عربي. I'm sorry, we don't. I have the cheeseburger, but I don't have anything else. حق أطفال. اثنين حق أطفال. Cheeseburger. اثنين حق أطفال. الأولاد ورا. Two fudge sundaes. لا، للبيبي. Happy meals. A cheeseburger? أيوة. Yeah, I have a cheeseburger on there. Two okay. of them? Uh-huh. Alright. Oof. Batatas? What? Oh, batatas. معها batatas? Fries? Uh-huh. Small fries? Small? Yeah. Alright. وعصير? تفاح. We have chocolate milk? Or white milk? Or apple juice? Yeah, uh-huh. Apple juice? Uh-huh. Did you want these Happy Meals, like, with the toy? Yeah. I'm sorry, I have a buck money. They're all set. What would you like? Anna, yeah. Anna, salmon. Fish. Fish sandwich? Yeah. Would you like the meal with the fries? Batatas, yeah. Yeah, alright. And what would you like to drink with that? Asir? Asir? We have Coke or. Lemon. Lemon? Huh? Lemon? Lemonade? Uh-huh. Yeah. Is that all good? Here you go, and I'm sorry again. شكراً. Have a nice day. قاعد يكلموني بلغة الإشارة، والله إنهم عسل. اسكت، الحمد لله أطفالي أولادي ما فشلوني يتكلموا إنجليزي. أوكي جوليا. طيب، أول طلب وصل بالسلامة. الطالبات كلها جت صحيحة، وجاني اعتذار في النهاية، وفوق هذا كله أطالع في الفاتورة يا جماعة، والله ما شاء الله ما ضحت علي ولا
ولا شيء. الفاتورة جتني بالمبلغ المطلوب، يعني دائما معتادة طلباتنا بهذا الكمية يعني بهذا المبلغ. اللي يجي هنا أمريكا وما يعرف يتكلم حيتدبس، حتتكلموا بلغة الإشارة إذا ما تفهموا إنجليزي. فالآن راح أخذكم على مدينة ثانية ونروح على تيم هورتنز. أوكي يلا معايا. What can I get for you? Okay, دقيقة بالله. أشوف. What was that? What was your order? أهلا. عندكم muffins. Muffins, yeah. اللي هو الكيك. Huh? الكيك التوت البري. What? كيك توت بري. Cake? توت بري. Toot berry? Uh-huh. I don't know what that is. ما عندكم أحد يتكلم عربي؟ I understand Arabic. تفهم؟ Yeah. طيب توت بري. Hold on. إيش أنواع المافنز؟ كيكة المافن عندكم إيش أنواعها؟ Yeah, we have muffins. طيب. عندنا muffins. طيب إيش نوعها؟ أنواعها. مافن شوكولاتة. Fruit explosion. Chocolate chip. إيش في الفروت إكسبلوجن؟ أول مرة أسمع فيه. It's like it's fruit, just fruit muffin. فواكه. Yeah. طيب. في شوكولاتة قلت؟ ها؟ شوكولاتة. Yeah. اوكي اديني اديني اثنين. شو؟ اثنين. طلع واحد يحكي عربي. 358. تفضل. شفتوا في ناس يحكوا عربي هنا. We only have بس عندنا واحد chocolate. تريدين هذا؟ هذا هم chocolate وهذا. بس عندكم النوعين هذي؟ إيه. طيب. Okay. أنتم من وين؟ لبناني ولا عراقي؟ لبناني ولا عراقي؟ عراقي. عراقي أهلا yeah. فيك. Alright, have a good day. Okay, يعطيك العافية شكرا. طلع أخونا في الله عراقي. تحية لأهل العراق. ستاربكس. Welcome to Starbucks. How can I serve for you? لو سمحت ممكن كافي مع حليب. I'm sorry, you said what? كافي مع حليب. مقاس صغير. Coffee. مقاس صغير. I'm not understanding what you're saying. I'm sorry. ما في أحد يتكلم عربي عندكم؟ You said a caramel macchiato. لا لا أقول لك ما في أحد يتكلم عربي. I have no idea what you're saying. You can just pull up to the window. Okay. كلهم يطلبوني أروح للشباك يفكروني يعني أتكلم بس ما هم فاهمين طريقتي بالكلام. بس مش مشكلة. كل هذا بس عشان قهوة. قهوة. وقلت كافي يعني الكلمة بالعربي قهوة. ولا قلت كافي ما أدري والله نسيت. بس نشوف معاه الآن. كيفك يا آدم؟ كيف حالك يا آدم؟ لازم نعلمك عربي لا تورط زي كذا. عيالي خليهم يشتغلوا الشغلات هذه مطاعم في الشغلات السريعة هذه مطاعم السريعة المقاهي كبداية لازم يتعلموا الاعتماد على نفسهم. خلينا نشوف ما عندي ما في كاش ما فيش جرينجش. الله ما أحب أستخدم بطاقتي في هذه الأماكن ما أحبهاش. طيب حسألهم إذا عندهم مترجم أشوف إذا بيوفروا مترجم. مرة أنا شايفة أنه كأني رايحة مكتب. بس لأنه ستاربكس معروف عالميا بشوف أجرب إذا فعلا بيوفروا أحد عنده لغة
يعني وظفوا ناس عندهم مفروض توظيف عندهم يكون منوع عشان إذا أحد مثلا ما يعرف يتكلم إنجليزي أو لغة ثانية. وصلنا بالسلامة. كذا هاي كنت طلبت قهوة أمريكي بالحليب. في أحد يتكلم عربي عندكم؟ عربي ما في أحد يحكي عربي عندك هناك؟ ولا حد ترانزليت؟ لا. طيب قهوة كافي. صغير. Coffee with a little cream. لا صغير قهوة صغير. مع حليب. Do you want any cream or sugar? Uh-huh. Cream and sugar. ما أعرف نشرح لهم. بس يوريكم شكله بس. 207. شكرا. Have a good day. ليك كمان. طيب انهينا جولتنا بقهوة من ستاربكس. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. بليز لا تنسوا تعملوا شير ولايك سبسكرايب. وان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي. سلام. ما